هذه مهم ما نكونوا عارفينها كاملين. دابا اجي نديروا واحد المقاربه يعني باش تفهموا مزيان، حيت دابا نتوما في الكو غادي تكونوا كتلقاو هنا يعني كاين واحد الموا اوكي، ولكن باش نفهموا مزيان علاش درنا هنا الموا نعطيو واحد المقاربه اوكي. دونك نشوفوا الحاله، ندرسوا الحاله ديال فوليوم. امتى الفوليوم غيكون عندنا طرالي لا كومبريسيون، وامتى غيطرالي ديتونت يعني التمدد. هنا الفوليوم غيطرالي يعني الانضغاط الضغط، وهنا غيطرالي التمدد. باش نعطيكم واحد المقاربه اكبر نحاول نرسمو هنا السيلندر ديالنا. هنا كما كتلاحظوا معايا في هذا المثال يعني كاين عندنا السيلندر الاول، خليناه في ليطا العاديه ديالتو بوزيسيون 1، وهنا السيلندر الثاني يعني ضغطنا عليه طبقنا هنا واحد لا فورس اكستيريور عطانا هنا وصل لبوزيسيون 2 اوكي، وصل لبوزيسيون 2 تري بيان. دونك هنا اشنو كنلاحظوا على ان ملي درنا لا كومبريسيون دي دو في شحال غتكون كتساوي. حنا دي دو في اللي كنعرفوا كي غنحسبوها كنديروا يعني دي دو في اش كتساوي، دي دو في هي في فينال هي غتكون هي في 2 موان في 1، كتشوف داك الحجم النهائي ناقص الحجم الاول، هذا هو دي دو في اوكي. اش كنلاحظوا هاد دي دو في تاع دو صغير وهنا كبير، يعني درتي شي رقم صغير ناقص رقم كبير غيعطيك انفيريور ا زيرو، يعني دي دو في غتكون صغيره. فهمتي اش كنقول ياك؟ مثلا هنايا نسميو مثلا عندنا جوج يعني دو متر كوب باغ اكزومبل، ولا ديسيمتر كوب اوكي، موا هذا شحال غيكون في الاول غيكون كبير، يعني مثلا يقدر يكون 5 ديسيمتر او كيوب. دونك 2 موان 5 كتعطينا موان 3 ديسيمتر او كيوب، دونك هذا انفيريور ا زيرو. بالتالي الاستنتاج ديالنا بالنسبه للدي دي في في الحاله ديال كومبريسيون، في الحاله ديال الانضغاط كيكون عندنا دي دو في انفيريور ا زيرو اوكي. وبالنسبه الى كان ديتونت يعني هذا طلعناه للفوق اكثر اش غيولي عندنا، يعني غتكون عندنا في 2 موان هاد في 1، يعني هنا الحجم غيكون كبير الا طلعناه حتى للفوق ياك، يعني الحجم كبير ناقص واحد الحجم صغير عطينا عدد بوزيتيف. دونك في هذه الحاله غيكون عندنا دي 2 في سوبيريور ا زيرو اوكي. في الكومبريسيون غيكون يعني فوليوم نيجاتيف، اوف ديتونت يعني التمدد غيكون عندنا الفوليوم بوزيتيف. تري بيان. هنا كاين عندنا ايضا واحد الحاجه اللي خاصنا نعرفوها اللي هي بالنسبه لو طرافاي. حنا ملي كنجيو كنضغطوا على هذا البيستون اوكي، اشنو كنكونوا كنديروا؟ واش كنكونوا كنعطيو انرجي لهذا السيستيم ولا كناخذوا منه انرجي؟ حنا ملي كنضغطوا اشنو كنديروا؟ كنكونوا كنعطيو واحد الانرجي فهم، يعني في الحاله ديال كومبريسيون حنا راه كنكونوا كنعطيو انرجي، يعني هاد دلتا دبل في بالنسبه للكومبريسيون خاصها تكون بوزيتيف حيت حنا كنعطيو انرجي مفهوم ياك، يعني لو سيستيم ريسو كيكون كيستقبل واحد الطاقه. بالنسبه للديتونت يعني ملي كنجروه يعني بحال كناخذوا منه واحد الانرجي مفهوم، يعني السيستيم هو اللي كيطلق الانرجي ديالتو، السيستيم هو اللي كيطلق الانرجي ديالو. دونك كتكون عندنا هنايا دلتا دبل في انفيريور ا زيرو. تري بيان، مزيان مزيان.
دونك هنا جينا دابا نلاحظوا واحد المساله، كنلاحظوا دائما كاين عندنا دبل في الا كان بوزيتيف الفوليوم كيكون نيجاتيف، وهنا الا كان دبل في نيجاتيف الفوليوم كيكون بوزيتيف. وحنا في هاد ليكواسيون شنو عندنا فيها؟ اش كنلاحظوا كاين عندنا فيها؟ كاين عندنا هنايا الا كان هنا بوزيتيف هذا تا هو يخرج لك بوزيتيف، حيت هذا اصلا مثلا نقدروا نعتبروه مثلا كونستانت، اوكي بريسيون اكستيريور تقدر تكون كونستانت، يعني لو سين ديال هذا غيكون هو لو سين ديال هذا، كان بوزيتيف بوزيتيف كان نيجاتيف نيجاتيف. داكشي علاش يعني لي سيانتيفيك ولا لي سافون داروا هنايا واحد الموان، فهمتوا اش قلت؟ اوكي داكشي علاش درنا هنا واحد الموان باش هاد العلاقه ديالتنا تولي غيال، تولي يعني كتنطبق على ارض الواقع. صافي تري بيان. دونك الشباب يعني بالنسبه للريزومي ديالنا هنايا هو انكم خاصكم تعقلوا على واحد الحاجه، هي ان دلتا دبليو في كتساوي موان بريسيون اكستيريور فوا دي دو في. صافي دونك هادشي هو اللي كيهمنا بالنسبه لهاد البارتي. هاد ديمونستراسيون فقط درتها لكم يعني باش تعرفوا لا ديمونستراسيون منين جات، وفي الاخير يعني كتحاول تعقل على هاد القاعده العلاقه بين لو طرافاي ولا بريسيون. دونك كما قلت لكم قبيله قلت لكم على ان هاد دلتا دبليو في كتعني يعني واحد الشغل صغير، واحد لو طرافاي صغير ديال غير واحد دي دو في، واحد الفوليوم صغير. اوكي الا بغيتي بالنسبه يعني لهاد الفوليوم كله كبير اشنو كنديرو؟ هنا فين كنجيو كندخلو لانتيغرال، يعني بغينا مثلا نحسبو دبل في كاملو، يعني كنجيو كنديرو لانتيغرال ديال موان بي اكستيريور دي دو في، وكنحدو يعني في انيسيال و في فينال. اوكي هنا عندنا الموان غادي يخرج، كيبقى عندنا لانتيغرال ديال في انيسيال في فينال، وهنا بي اكستيريور فوا دي دو في. دونك هذه هي القاعده ديال دبل في كبيره، يعني ديال هذه كامله صافي بلا دلتا، يعني هي لا سوم ديال دوك، يعني باش تفهموا لا سينيفيكاسيون ديالها يعني لا سوم هاد لانتيغرال كيعني لا سوم. اوكي دونك هو لا سوم ديال هاد دي دو فيات صغار فهم. دونك هادي ريزومي ديالنا بالنسبه لهاد البارتي. دابا غادي نحاول نشوف معكم لي ترانسفورماسيون، يعني لو طرافاي في كل حاله ديال الترانسفورماسيون، كيفاش كنحسبوا لو طرافاي في كل حاله من لي ترانسفورماسيون ديالنا.